الحاج ابراهيم الرقا من مواليد بيت لحم فلسطينيه المولد من حيفاويه. انا كنت الكاتبه العامه للعصبه المغربيه لحمايه الطفوله والكاتبه العامه للاتحاد المصري والكاتبه العامه لجمعيه التضامن المغربي الفلسطيني. هذه اعمال كنا نقوم بها بمكناس رائعه، وان شاء الله الله يطول بعمرنا حتى نستطيع نحقق بعض الاهداف النبيله اللي هي اصعب الاهداف. الله معكم ابني، الله يغفر. كذلك استاذه اذا كان ممكن، انا سبق لي انا كنت استاذ رياضيات في تكوين الاطر. بالنسبه للموقف هذا الشيء اللي قلت، ما كانش موقف في حال هذه المواقف، هذا عمل فدائي رائع، شكرونا عليه. كذلك المساعدات، وقل اعملوا فصل الله عملكم ورسوله والمؤمنون. سفير فلسطين اليوم، شكرا، اليوم كنت عند سفير فلسطين. الاشياء اللي قال عن اللي قال عن المغرب وما يقوم به صاحب الجلال من اعمال ايجابيه، مشكورين جدا جدا جدا. هذا ماشي فقط كلام، فعل. نتمنى لكم التيسير والتوفيق. اهلا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.